السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا دلوقتي داخلين ان شاء الله تعالى خان الخليل. جو خان الخليلي جو رائع وهنلاقي زحمة فيه اكتر. اروح كلها بتبقى حاجات تذكاريه، ايات قرانيه، قل اعوذ برب الفلق، جميله، اسماء الله الحسنى، بعض الصور التذكاريه. هو ده جو خان الخليل. ما ننساش القذف الجميل والملابس الشعبيه الجميله اللي سعرها معتدل. الفضيات طبعا حدث ولا حرج، حاجات جميله جدا. وحنواصل الرحله المحل في بنك الكهرمان، شكلي السبح الكهرمان اللي عند جدتي جميله. حاجات الكهرمان جميله، بس الكهرمان الطبيعي نادر يعني نقول ده ده كهرمان طبيعي. الحاجات القديمه دي في اشكال من هنا هدايا تذكارية، حاجات فرعونية، ما بقتش عارفة انا مالي. العلب اللي مشغولة بالصرف مختلفة. والقهاوي بعض العازفين والمغنيين. جو جميل، هو جو جميل. قاعد يا عمال خلصتوا؟ هنا بقى حياتي والمصمم. القهاوي طبعا الناس بيجوا هنا بالليل يتمشوا بعد العشاء زي احنا بنتمشى. امبارح بالليل عندي اجازه اسبوع، النهارده بالليل. لا والله هنوصلوا لسيد وكان الخليل من اجمل المناطق. في بعض المحلات الملابس بالاضافه للسيديات والسبح طبعا ما ننساش محل السبحه وخاصه السبحه والفضيات. الحاجات اللي هي بتبقى هدايا للاطفال واكسسوار. طبعا البخور، ريحة البخور جميل جميل.
الحاجات اللي في السفر طبعا خفيفه مش زي حاجات زمان. الله ده مكان بيبيع الادوات الموسيقيه. الشارع الجزء ده من الشارع بيركز على الادوات الموسيقيه والجمال الجميله اللي كانت امي بتجيب لي زيها وانا طفله بالاضافه للعربي. عود جيتار طبعا في بعضها حقيقي وبعضها مش بتاع اطفال يعني. انا حابه قوي اللي معمول بالصدى. في محلات قافله لان النهارده الحد.